التواصل يستمر والانطلاقات تستمر هنا على أرضية هذا الميدان. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة ثالث أشواطنا في صباح هذا اليوم وثاني أشواط الأبكار. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة. أتقدم مباشرة إلى الصدارة والمقدمة وتابع المركز الأول وضوح المركز الأول. مسري بن سيب بن نايع بن واس الاكتبي يقدم وضوح على المركز الأول. حشيمة على المركز الثاني. سيب بن محمد بن خلفان الغويس ورعي تل أبيب قادم يقدم أسياد حمد بن مفتاح بن حمد الكيبالي ما شاء الله. وتابع المركز الرابع وتابع القدوم والتسلل من شعار الشاهينية شعار محمد بن عبد الله بن دبيل الفلاسي. المركز الخامس هذه عجيبة قادمة علي بن عبد الله بن علي ونواس. خلاص يا الخمس المراكز. من يبغي الإذاعة علي أن يتقدم إلى الصدارة إلى المقدمة ما شاء الله. أسياد سيدة لهذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. روحت بالصدارة تقدمت ولكن شوف القادمة. هذه القادمة في هذه اللحظات مع الـ400 متر الأخيرة. بونواس بدأ يحرك قواته. وضوح القادمة وضوح مسري بن سيف بن نايع بن واس الكتبي. ولكن أسياد اللحظات الأخيرة وين الناموس ما بين أسياد ووضوح. ولكن أسياد الخبر الثاني الانتصار الثاني يا رعي تل أبيب يا رعي أسياد. هو الكيبالي خطف هذا الشوط بطريقة أسياد سيدة لهذا الشوط. حمد بن مفتاح الكيبالي صباح الخير يا ابو مفتاح. المركز الثاني وضوح المركز الثالث. ناخذ المركز الثالث هملوله لمطر بن سعيد بن عبيد الحميري ما شاء الله تبارك الله. دقيقتين و12 هو توقيت يا سياد. تانينا وناموس لحمد بن مفتاح بن حمد الكيبالي يسجل النقطة الثانية بطريقة أسياد كما أضاف النقطة الأولى بطريقة تل أبيب صاحب التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس للجميع.